صباحا. الأسبوع القادم هتتكلم عن قضية خطيرة جدا، وهي تأثير السوشيال ميديا على حياتنا الخاصة، خطورة عرض حياتنا الخاصة على السوشيال ميديا، إلى أي مدى ممكن نحصد نتائج إيجابية أو سلبية. لأن احنا عندنا الزميلة سادي فؤاد طلعت واعترفت وقالت إن بعد ما زوجها اتصل بيها في برنامجها وشكر فيها وهي شكرت فيه والحاجات دي نزلت على السوشيال ميديا، اتطلقت بعد 48 ساعة. فحذرتنا جميعا من السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على حياتنا الزوجية، ممكن توصلنا للطلاق زي حالة الزميلة سالي فؤاد. بتمنى لها السعادة ان شاء الله هي وعودة سريعة للحياة الزوجية هي وزوجها الكريم هشام. النهاردة استكمالا بقى لخطورة عرض حياتنا على السوشيال ميديا وإلى أي مدى ممكن تأثر على استقرار حياتنا الزوجية والأسرية، وبناء طلب حضراتكم وطلبتم مننا احنا نستكمل ما بدأناه في الأسابيع الماضية مع ضيفنا الكريم والعالم الأزهري القدير والصديق الغالي الدكتور محمد وهدان. أهلا بك دكتور وهدان. أهلا وسهلا دكتور أحمد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لمصرنا الغالية وللعالم كله إن شاء الله الأمن والأمان والتوفيق والسلام. بعد ما ظهرنا في حلقة سابقة مع الدكتور وهدان وكلمنا فيها عن عالم الإنس والجن والعلاقة بينهما وإلى أي مدى يكون في تأثير متبادل بينهم، وتكلمنا عن الحسد والعين والنظرة، بس طبعا لضيق الوقت واستقبال مكالماتكم التليفونية ما قدرناش نخوض في كل هذه المسائل، ولكن خلينا نتكلم النهاردة عن مدى تأثير الحسد على والسحر على العلاقة بين الزوج والزوجة. وربما نتذكر سويا الآية اللي هي خاصة يمكن دي أكتر آية واضح فيها جدا فكرة السحر والتفريق ما بين الزوجين. دكتور وهدان خلينا نتكلم عن هذه الآية، البعض بيقول مفيش الكلام ده، فكلمني على الآية اللي بتكلم فيها عن إن ممكن يحصل تفريق ما بين المرء وزوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه أرفع إليه أكف الضراعة وأناجيه وأقول له يا رب العالمين رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس أمال تؤملها سوى رضاك عنا يا رب فذا أقصى أمانيها. وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام، اللهم صل على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أولئك الذين ينكرون الحسد ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة،